السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما انتهينا من تحسين نباتات ذاتية تلقيح ونباتات خلقية من التلقيح ونباتات قدرية التكاثر، ننتقل إلى موضوع جديد وهو وراثة العشائر. العشائر النباتية طبعا بشكل عام هي مجموعة من النباتات أو الكائنات الحية مشتركة بصفة واحدة أو عدة صفات نظرية وتعيش في بيئة واحدة تسمى بالعشيرة أو المجموعة أو المجتمع. يعني مثال عليها عدة أصناف من القمح التي تعيش في منطقة جغرافية، وكذلك يطلق على نباتات الجيل الأول ممكن عشيرة أو مجتمع الجيل الأول. يعني لكل صنف أو كل نبات، سواء الصنف ممكن نسميه نحن عشيري أو الجيل الأول ممكن نسميه أو الأجيال اللي بعده ممكن نحن نسميه عشيري. المهم جميع الكائنات الحية المشتركة هي صفة واحدة تعيش في بيئة واحدة. فقد تكون العشائر للنباتات ذاتية أو خلطية تلقيح أو قدرية التكاثر، وقد تكون أيضا أصناف تركيبية محسنة بطرائق التربية وتسمى بالعشائر التركيبية. إن الوراثة كمية العشائر الكمية تتكون من عنصرين مهمان في علم التحسين الوراثي سواء في النبات أو الحيوان، وتعرف في علم وراثة العشائر والذي يعرف بأنه هو العلم الذي يبحث في التكوين الوراثي العشيري وكيفية انتقال جيناتها من جيل إلى آخر، وكذلك دراسة توارث الصفات العشيري لمعرفة الصفات المرغوبة والصفات غير المرغوبة، فضلا عن فهم أسلوب التطور بالعشائر. لذلك يعد أحد فروع علم الوراثة والذي يهتم باستخدام الحسابات لمعرفة ما يحدث وراثيا في مجموع محدد من الكائنات الحية. لذلك فإن هذا الفرع من الوراثة يهتم بدراسة التباينات الوراثية في مجموعة من الكائنات من نوع معين. يعني هو العلم اللي بيدرس طبعا الصفات الوراثية الموجودة في الكائنات الحية وماذا يحدث فيها نتيجة عدة عوامل كالهجرة، يعني ابتعاد بعض النباتات، خلينا نقول بالنسبة للنبات ابتعاد بعض النباتات عن مناطق تواجدها أو العزل عن مجاميع أخرى أو السلوك أو الموقع الجغرافي والظروف البيئية السائدة والمتغيرة في هذا الموقع وحتى طرائق تربية هذه المجموعة. أما بالنسبة للعشيرة المندلية قلنا فهي مجموعة كبيرة من الأفراد ذات درجة عالية من القرابة مكونة من عدة أمثال تعيش داخل منطقة جغرافية معينة تتزاوج فيما بينها عشوائيا. وأكبر العشائر المندلية هي عبارة عن النوع، لأن المجاميع الإحيائية الأكبر مثل الجنس والعائلة والرتبة لا يمكن أن تتوفر لها شروط التزاوج العشوائي. يعني المقصود به أكبر، يعني أي أكبر مجموعة من الكائنات الحية التي ممكن نطلق عليها اسم عشيري هي عبارة عن النوع النباتي نفسه، مثلا مثل القمح، مثل التفاح، مثل الفستق الحليبي، مثل الفستق السوداني. يعني أي نبات هو النوع الكامل، يعني اسم النوع مثل ما نعرف نحن النباتات اللي عندنا الاسم العلمي لها نوع الجنس والنوع، وأكبر نحن ما نتحدث إلا عن النوع. النوع هو أكبر عشيرة نحن ممكن نعمل عليها دراسة العشائر، ويستعمل في دراسة العشائر المندلية لتتكون من أفراد تتزاوج جنسيا مع بعضها أسس وراثية وضعها في العالم الرياضي الإنجليزي هاردي عام 1908 وعالم الفيزياء الألماني وينبرغ عام 1909 لدراسة التكرار الجيني في العشائر المندلية. فقد اعتمد العالمان في تفسير إمكانية أن تكون المورثة نادرة الوجود في العشيرة أو غير نادرة بالنسبة للألات بنفس العشيرة. طبعا العالمين هما هاردي وينبرغ وضعوا قانون بالنسبة لوراثة العشائر أو مبدأ يسمى مبدأ التوازن العشيري، والذي ينص على أنه عند غياب عوامل الهجرة والطفرات والانتخاب تبقى التكرارات الجينية والتراكيب الوراثية ثابتة من جيل إلى جيل في العشائر الكبيرة التي يتزاوج أفرادها تزاوجا عشوائيا. أي أن العشيرة أو المجموعة الكبيرة الواقعة تحت ظروف التزاوج أو التلقيح العشوائي هي في حالة اتزان، لا يتغير هذا الاتزان من جيل إلى آخر، بمعنى بقاء تكرار الجين ثابت ما لم يؤثر عليه عوامل خارجية كالطفرة والتزاوج غير العشوائي أو الانتخاب أو الهجرة من وإلى المجتمع أو حصول انحراف في الانقسام الاختزالي، يعني حدوث طفرات طبعا، إلى جانب حدوث اختلاف في التكرار الجيني أثناء الازدواج لأحد الليلات. يعني المقصود به
مثل ما تكلمنا، العشير النباتي تبقى دائما في حالة اتزان وراثي، المقصود في أن جيناتها تتكرر بنفس التواتر من جيل إلى آخر بدون ما يحدث فيها أي تغيير. والتغييرات قلنا اللي تطرأ على الجينات، هي قلنا سواء كانت عن طريق الطفرات أو عن طريق الانحراف الانقسام الاختزالي، أو خلينا نقول هجرة بعض المجموعات النباتية أو موتى ضمن المجتمع النباتي، بالتالي يؤدي إلى اختلال في توازن العوامل الوراثية ضمن المجموعة. مثال على ذلك أن أحد الأليلات، خلينا نقول هو نظير الأليل الصغيري بسبب صغر حجم المجتمع، وذلك فإن هذا القانون في المجتمع سيصل إلى اتزان الجيني بعد جيل واحد من التزاوج العشوائي. ما يعني أنه إذا كانت نسبة الأليلين في عشيرة مندلية هي بي وكيو على التوالي، فإن بي زائد كيو يساوي واحد، أي أن نسبة التراكيب الوراثية تبقى ثابتة في العشيرة. والنسب الوراثية للتراكيب الوراثية، طبعا عندنا قلنا نحن الليل الكبير حيكونوا 2 بي، الآ مع الآ صغير حيكونوا 2 بي كيو، والآ صغير آ صغير حيكونوا 2 كيو. مجموعة الثلاثة مع بعض من بعض جميع الأليلات في جميع في حال العشير المتوازنة راح يكون واحد بدون أي اختلاف. أي أن لهذا القانون أهمية كبيرة في حال استنباط الأصناف خلطية التلقيح والإخصاب، لأنه يعد جيل واحد من التزاوج العشوائي في حقل معزول، سيصل أفراد المجتمع إلى الاتزان الجيني للصفات، فلا يحدث تغيرات في صفات الصنف طالما تم التزاوج العشوائي ضمن هذا القانون. يعني خلينا نقول أن صنف نباتي معين، الصنف طالما انه لا عم يحدث فيه طفرات ابدا، لا عم يحدث فيه موت جزء كبير من النباتات او حدوث طفرات داخل هذا الصنف، فان صفاته تبقى ثابته. هذا المقصود به الصفات تبقى ثابته بالصنف، بالتالي يكون فيه اتزان جيني، والشرط الاساسي انه يكون حدوث تزاوج العشوائي ضمن هذا الصنف. بالتالي بيكون هذه المجموعه او الصنف في حاله اتزان. ويقصد بالانحراف في الانقسام الاختزالي هو حدوث اختلاف في إنتاج الأمشاج بسبب صغر حجم المجتمع أو العشيرة، ولذلك كان من شروط القانون أن يكون المجتمع كبير. أما التكرار الجيني فهو نسبة جين معين إلى مجموعة جينات الصنف في المجتمع، أي أن النسبة مئوية لجين ما إلى مجموع جميع الجينات في نفس الموقع الجيني لصفة معينة بالنسبة للمجتمع الذي نقوم بدراسته تبقى ثابتة. أو بعبارة أخرى هو نسبة عدد المواقع المشغولة بأليل معين إلى كل مواقع هذا الجين. يعني خلينا نقول أن جين معين لصفة معينة، خلينا نقول طول الورقة، هذا الجين خلينا نقول له 4 مواقع جيني، 4 مواقع جيني، وخلينا نقول النبات عنده بالنسبة لطول الورقة مثلا 60 موقع جيني، فهالنسبة بالنسبة لطول الورقة 4/60 تبقى ثابتة طالما لم يحدث في أي انحراف ضمن العشيرة. إذ أن التكرار الجيني له علاقة وثيقة بالانتخاب، حيث يؤدي الانتخاب لصفة مرغوبة إلى زيادة تكرار الجين المسؤول عن تلك الصفة. يعني طبعا الانتخاب نحن مثل ما قلنا، خلينا نقول عم ننتخب بالنسبة لنبات معين بالنسبة لطول الورقة. لما نحن دائما عم نجري عملية انتخاب لطول الورقة، في هذه الحالة نحن عم نزيد من تكرار الجين المتعلق بطول الورقة، عم نستبعد بعض الجينات الأخرى اللي عم تكون متعلقة بصفات ثانية غير المرغوبة طبعا، بالتالي عم ينخفض تكرار هاي الجينات. طبعا الانتخاب هون حيؤدي إلى اختلال في عملية الاتزان الجيني للعشيرة. ومن المهم ملاحظ أن ممارسة الانتخاب بحد ذاته في تربية النبات لا يخلق تغيرات جديدة، ولكنه يزيد التكرار الجيني للصفة المرغوبة في النباتات المنتخبة. يعني بما مثل ما قلنا نحن لما عم نجري الانتخاب، نحن ما لنا عم نخلق شيء جديد في النباتات، يعني طبعا بالنسبه لعمليه الانتخاب لاي صنف لاي نوع نبات لما نجري فيه انتخاب، نحن عم ننتخب لكن هي الجينات بالاصل هي موجوده ضمن المجتمع، بالتالي لكن نحن شو عم نؤدي؟ عم نؤدي الى زياده هذا التكرار الجيني في النباتات، وعم نستبعد بعض النباتات الاخرى، بالتالي نحن عم نستبعد بعض المجموعات الموجوده، لكن ما لنا عم نحدث ابدا تغيير في، خلينا نقول تغيير في المورثات او الجينات الموجوده في النباتات.
من المفاهيم الأخرى المرتبطة بوراثة العشائر هي الطراز النظري، طبعا مثل ما تكلمنا عنه سابقا، والطراز الوراثي والتزاوج العشوائي. بالنسبة للطراز النظري طبعا هو كل الصفات اللي تظهر على الكائن الحي كتعبير للجينات، والتي تؤثر على الصفة، فبعض الأحيان يكون تعبير الصفة ناتجا عن تأثير كل من البيئة والوراثي معا. طبعا هذا الطراز المظهري دائما هو ناتج عن تأثير البيئة بالإضافة إلى تأثير الوراثي. أما الطراز الوراثي هو الترتيب الجيني الخاص بصفة ما في الكائن الحي، يعني فقط متعلق بصفة معينة بالنسبة للكائن الحي. طبعا هو مجموع فيه كل الصفات تبعت، خلينا نقول الصنف النباتي، لكن الصنف مثلا متميز بهالصفة، بالتالي هو لما تميز بهالصفة نحن حنسميه طراز وراثي لهالصفة طبعا، لكن هو مجموع جينات بقية موجودة فيه لكن متميز بهالصفة، بالتالي هو حيكون طراز وراثي لهالصفة. التزاوج العشوائي يعني لازم تكون النباتات مفتوحة للتلقيح، جميع النباتات فيها احتمالية تلقح بعضها الآخر بعضها البعض بدون وجود أي تحيز باتجاه فرد فيها. تماثل الأليلات أو الهوموزيجوزيسي، يعني إما تكون الأليلات متماثلين سواء بالحالة السائدة أو بالحالة المتنحية، وكذلك وأغلب قلنا الأليلات متنحية في الغالب تكون في النباتات، تكون تحمل بعض الصفات الضادة. عدم تماثل الأليلات، طبعا يكون الأليلين لنفس الصفة لكن مختلفين في حالة السيادة، أحدهما كبير والآخر متنحي سائد ومتنحي، لا يعني يمكن تكتبه بطريقة كبيرة والآخر. بالنسبة للسلالة النقيق، طبعا نحن تحدثنا من قبل عن السلالة النقيق، قلنا هي السلالة اللي تتماثل فيها جميع أزواج الأليلات وتعتبر النتيجة النهائية للتربية الداخلية، أي بما معنى لو كان عندنا نبات فيه 3 أزواج من الأليلات، جميع الأليلات لازم تكون إما في الحالة النقية بالحالة السائدة أو تكون في الحالة النقية بالحالة المتنحية، بالتالي تكون السلالة نقية. الانتخاب، طبعا تكلمنا عن الانتخاب من قبل، الانتخاب هو عملية اختيار من ضمن أفراد العشيرة لمجموعة من النباتات التي تتفوق في صفات معينة ينتخب على أساسها مربي النبات. والانتخاب طبعا مثل ما تكلمنا أنه ما يخلق جينات جديدة، ولكن يؤدي إلى زيادة تكرار جين معين حسب الصفة المختارة. الهجرة طبعا هو عبارة عن انتقال، مثل ما قلنا، انتقال مجموعة من أفراد عشيرة إلى عشيرة أخرى، أو الهجرة قد تكون داخلية، انتقال أفراد العشيرة أو انتقال أفراد عشيرة ثانية إلى هاي إلى العشيرة الموجودة بالأصل، يعني إما يخرج من يخرج من العشيرة نباتات أي تسمى خارجية، أو يدخل إليها نباتات تسمى داخلية. طبعا هاي صورة بتوضح تباين التراكيب الوراثية على الكروموزوم، مثل ما قلنا لما تماثل الأليلات، لما بيكونوا الأليلين متشابهين مثل بي 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 كبير وبي بي صغير في الحالة السائدة في الحالة المتنحية، وكذلك بالنسبة للكروموزومات المختلفة حالة عدم التماثل بيكون أحدهما بالصورة السائدة والآخر بالصورة المتنحية. شروط حالة التوازن أو الاتزان، خلينا نقول الاتزان الجيني للعشيرة، إن التكرار أو التوزيع الجيني أو التوزيع الوراثي في العشيرة أو المجتمع وحسب قانون هارفي وينبرج يظلان ثابتين في من جيل إلى آخر، وتسمى هذه حالة الثبوت باتزان هارفي وينبرج. وقبال حالة الثبات أو الاتزان هذه لابد من توفر عدة شروط في العشائر أو المجتمعات النباتية أو الحيوانية لكي نقول إن العشيرة في حالة اتزان. أهم هذه الشروط التي تتوفر تساوي معدلات الحصول والحيوية مع بقاء الأفراد أحيانا من الذين يحملون التراكيب الوراثية المختلفة، الحفاظ على أسلوب التزاوج والتلقيح العشوائي دائما ضمن العشيرة، أن يكون حجم العشيرة كبيرا بحيث لا يكون هناك تأثير للحالات الشاذة المحتملة ويسمح بحدوث كل التلقيحات الممكنة بين أفراد العشيرة، أن لا يحدث انتخاب طبيعي أو انتخاب بواسطة الإنسان لصالح أي من التراكيب الوراثية في العشيرة، أن لا يكون للطفرات تأثير في العشيرة مع عدم حدوث الهجرة إلى العشيرة من عشائر أخرى أي الهجرة الخارجية إلى العشيرة. يستعمل هذا القانون في دراسة العشائر المنزلية المتكونة من أفراد تتلقح مع بعض البعض
جنسيا ينعكس ذلك عمليا على تربية النباتات وتحسينها وراثيا من خلال تقدير التقادم الذي يمكن إحرازه في تنقية عشيرة ما. خلطية التلقيح من صفة متنحية غير مرغوبة فيها، ما لازم بأن المورثات متحكمة في هذه الصفة تظل مختفية غير ظاهرة في الحالة الخلطية. إذا أن التخلص من النباتات المتنحية الأصيلة والظاهرة في الصفة قبل إزهار النباتات يؤدي إلى إحراز تقدم كبير في خفض نسبة الأنين المتنحي غير المرغوب فيه في الأجيال الانتقالية الأولى. المقصود فيه يعني خلينا نقول عندنا مجموعة من النباتات تحمل بعض الصفات المتنحية ضمن طبعا العشيرة، ونحن هالشيء ما هالصفات غير مرغوبة، ممكن نحن نستبعد النباتات قبل ما يحدث تلقيح. بالتالي لما نحن استبعدناه هون أجرينا مثل عملية انتخاب، لكن انتخاب عكسي أو استبعاد للنباتات. بالتالي بهالحالة نحن حنقلل نسبة الأليل المتنحي ونزيد من تكرار الأليل السائد. طبعا هلا حنتكلم انه شلون نحن نأثر على التكرار الجيني في حال موقع واحد في الليل واقع على كروموزوم جسمي. لنفرض أن قمنا بدراسة صفة معينة من عشيرة يتحكم فيها زوج واحد من الجينات، ونفرض أن الأليلين هما في الحالة السائدة وآه في الحالة المتنحي. نفترض أن عدد أفراد العشيرة هو نون، بحيث أن عدد الأفراد ذات التركيب المتنحي هي نرمز لها نون صفر، وأن عدد الأفراد ذات التركيب السائد نرمز لها نون اثنين، وأن عدد الأفراد ذات التركيب الهجين السائد الهجين هو كبير مع أصغر نرمز لها إن واحد. فإذا رمزنا لنسبة التراكيب الوراثية بدال، فإن دال تساوي إن اثنين على إن. يعني المقصود في عدد الأفراد التي تحمل التركيب السائد الكبير على عدد أفراد العشيرة كاملة، هي تكون نسبة التركيب الوراثي. ونسبة التركيب الوراثي في الحالة الهجينة كبيرة مع صغيرة، فإن نسبة الأفراد حتكون هي عدد أفراد التركيب الوراثي السائد الهجين كبير مع صغير ان واحد على عدد افراد العشيره. وكذلك نسبه الترتيب الوراثي المتنحي هو عباره عن عدد افراد اللي بتمثل هالقليل على عدد افراد العشيره الكامله، نرمز له بالرمز الفقار. ولذلك يمكن كتابه العشيره كما يلي: اولا انواع التراكيب الوراثيه هم الثلاث السائد والمتنحي والهجين. عدد افراد التراكيب الوراثيه اللي هم ان 2 ان 1 ان 0 بالنسبه للان هو كامل افراد العشيره. بالتالي نسبه التراكيب الوراثيه دي واتش وار مجموعا دائما قلنا نسبه التراكيب الوراثيه حتكون تساوي واحد مجموعا طبعا مع بعضهم البعض، اما نسبهم حتكون مختلفه لكن في الغالب حتكون مجموع بيساوي واحد. مثال على ذلك عندنا عشيرة نباتية في حالة اتزان كانت فيها نسبة النباتات المتنحية الأصيلة هي كيو مربع 36، نسبة الأليل المتنحي هي 0.60، لما هي عبارة عن جذر نسبة النباتات المتنحية. أما نسبة الأليل السائد هي تساوي 1 ناقص بي يساوي 1 ناقص سي يساوي 0.4، لذلك التراكيب الوراثية السائدة الأصيلة حتكون نسبتها 16%، ونسبة التراكيب الوراثي الخليط هو عبارة بما أنه 2 بي كيو حيكون عندنا 2 ضرب 4 ضرب 6 يطلع 48. بالتالي نحن نجمعهم مع بعضهم البعض 48 زائد 36% زائد 36% زائد 16 حيكون مجموعا دائما واحد. فإذا أمكن التخلص من جميع النباتات الحاملة للترتيب الوراثي المتنحي قبل الإزهار، فإن النباتات المتبقية تكون آباء وأمهات في الجيل الثاني وتنتج أعراسها على النحو التالي. طبعا إذا نحن استبعدنا النباتات المتنحية حيكون عندنا القليل السائد نسبته 16 من التركيب الوراثي زائد 24 من التركيب الخليط تقسيم
64 بالمئة هو مجموع نسبة التراكيب الوراثي المشارك في إنتاج جنيطات الجيل اللاحق، حيكون عبارة عن المجموع صار نسبة الأليل السائد هو عبارة عن 625. كما تتكون حبوب اللقاح تحمل الأليل A، وتكون نسبة B 375 هي عبارة عن مجموع مع بعض البعض يساوي 1، وهما يؤكد صحة ودقة الحسابات من ناتج مجموع التراكيب الوراثي للآباء حبوب اللقاح والأمهات ووصول العشيرة إلى حالة الالتزام بعد جيل واحد من التزاوج الوراثي. طبعا المثال العملي التطبيقي إلى التكرار الجيني والتوازن العشيري، لو قلنا عن التكرار الجيني لأليلين لأفراد عشيري في نبات الذرة أحد الأصناف تختلف فيما بين زوج واحد من المورثات، والتراكيب الوراثية تكرارها هي بالنسبة للمتنحي 0.1، بالنسبة للهجين 0.60، بالنسبة للسالي 0.30. ثم بين فيما إذا كانت العشيري في حالة التزام بعد جيل واحد من التلقيح العشوائي أم لا، يعني نحن نشوف هل العشيرة متوازنة بعد إجراء التلقيح العشوائي ولا لا. طبعا قلنا نسبة الأليلات السائدة هي عبارة عن اللي تأتي من الحالة السائدة هي عبارة عن 30%، بالإضافة إلى نصف الأليلات الآتي من التركيب الوراثي الهزيل. بالنسبة إلى الألي المتنحي نسبته هو في الأصل 10، زائد كذلك الأمر نصف الليلات اللي قادمين من التركيب الوراثي الهزيل، بالتالي حتكون 10 زائد 30 هي عبارة عن 40. طبعا هون الاثنين صاير في خطأ في المسألة. يتم إجراء التلقيح العشوائي بين التراكيب الوراثية المختلفة لموقع الجيني المدروس، طبعا هلا في التراكيب بين بعضها البعض حنجري بيناتهم تهجين. لو قلنا تم تهجين، طبعا نحن قلنا التلقيح عشوائي فإن إمكانية حدوث تلقيح عشوائي لجميع النباتات بين بعضها البعض، أي أن النباتات ذات الأليلات السائدة ممكن تتلقح مع بعض البعض، والأليلات ذات الأليل النباتات ذات الأليل الهجين ممكن تتلقح مع بعض البعض وتلقح بقية النباتات، وكذلك بالنسبة إلى الأليلات التي تحمل التركيب السائد المتنحي. بالتالي لما جرينا التهجين بين السائد مع المتنحي، طبعا ضربهم مع بعضهم بعض ضرب 1% ضرب 3، 1/10 ضرب 3 بالعشرة يطلع 3%، وكذلك الأمر بالنسبة للأليل المتنحي مع الأليل السائد 18 بالمية، القليل السائد مع القليل السائد 30 ضرب 30% طبعا يطلع 0.9%. القليل السائد طبعا نجري جميع عمليات التهجين الممكنين، القليل المتنحي مع القليل الهجين 1 ضرب 60 حيطلع 6، طبعا هون 60 وليس 50، 60 60%، 60 ضرب 60 يطلع 36%، وكذلك الأمر بالنسبة لكافة القليلات. بعد ذلك يتم تفريغ البيانات في الجدول الذي يوضح التهجينات. طبعا مثل ما احنا ما جينا الآ مع الآ طلع 9%، الآ كبيرة مع الآ صغير 36%، الآ كبيرة مع الآ 2 السائد مع الهجين طلع 6%. بعدين الأنسال اللي بعدهم الآ، طبعا حيكون الآ مع الآ هو 9% بالنسبة للتهجين الأول. بالنسبة للتهجين الثاني حيكون عندنا آ كبير مع آ صغير، الآ كبير حتكون 18% نصف لنصف الأليلات من الأول ونصف الأليلات من الثاني، حيكونوا 18 و18 ينقسموا مع بعضهم البعض. في حال القليل السائد مع القليل المتنحي، طبعا اثنيناتهم ما راح يعطوا غير عروس واحد من الآ كبير وعروس واحد من حيكون نسبتهم دائما أفراد الجيل حتكون دائما آ كبيرة آه صغيرة، بالتالي حتكون نسبتها واحدة. القليلات الهجينة مع بعضها البعض نسبتهم طبعا 36% تكرار، أما توزيعها على الأمثال طبعا حسب نسب المندلية، في الأول حيكون 0.9، الثاني 18، والقليل الصغير في الحالة المتنحية 0.9.
بالأخير التكرارات نجمعهم مع بعضهم البعض بالكامل، حيكون واحد تكرار جميع الأمثال مجوجة معناهم مع بعضهم البعض حيكون واحد. طبعا نحن المجموع بالنسبة للأليلات الآ بالأخير نجمعهم كلهم مع بعضهم الموجودين تحت بعضهم البعض يطلعوا 36، طبعا هون كتبناها 36%. الآ الهجين مع بعض الصغير يطلع مع بعضه البعض 48، والآ صغير مع الآ صغير مع بعضهم البعض هو 16%. بعد ذلك يتم حساب تكرار جيني للجيل النسل الناتج. طبعا مثل ما بالنسبة للآ صغير 0.4، بالنسبة للبي آ كبير هو 0.6، نضربهم مع بعضهم البعض يطلع 24، الآ مع الآ يطلع 36، الآ صغيرة مع الآ صغيرة يطلع 0.16، وبالنسبة للهجين حيطلع 24 مع 24، لأن جمعناهم مع بعضهم البعض حيكونوا 48 يعني. وبهذا يتم يعني نشير إلى أن العشيرة ستكون في حالة توازن وثابت في تكرار الجين للجينات. مثال آخر على صنف معين من نبات الشعير، عندنا 100 نبات من الشعير، عندنا 49 نبات ترتيبهم آآ كبير، 42 نبات ترتيبهم آآ صغير أي هجين، والباقي ترتيبه آه صغير يا صغير أي في أحالي المتنحي. فسؤاله يقول كم يبلغ تكرار كل من الآ كبير والآ صغير في، وهل المجتمع متزن جينيا؟ طبعا نحن قلنا مجموع الأليلات آ هي عبارة عن بما أنه من كل نبات يأتي أليلين حيكون 2 ضرب، مجموع النباتات اللي قادمة منه النباتات ذات التركيب آ كبيري آ كبيري، ونصف النباتات نصف الأليلات حيكون 42%، لأن هم في الحالي لازم يكونوا 2 ضرب. السلام عليكم ورحمة الله، نستكمل الجزء الثاني من دراسة العشائر. نتكلم عن قرين هذا بلومبرج، يعني التزام في الجينة في العشيري، يعني نتحدث عن بعض الأمثلة وتطبيقاتها العملية. نتحدث الآن عن مجموعة من التكرار الجيني للنباتات الشعير، يعني قلنا عندنا 100 نبات من الشعير، 49 ترتيب وراثي سائد أو ترتيب متنحي الهجين والتركيب المتنحي. السؤال يقول كم يبلغ عدد تكرار كل من الجينات في هذا المجتمع المتزن جينيا؟ قلنا مجموع الأليلات آ قسم منها يأتي من النباتات ذات التركيب الوراثي السائد وهو ضعفين طبعا، يعني يأتي من تركيب الليلين، ومن النبات الهجين الآ كبير آ صغير يأتي نصف عدد الأليلات. بما أن 42 حيكون عندنا 42 ضرب 2، لكن نحن عندنا نصف حيكون 42، 2 ضرب 49 من النبات السائد ونصف عدد الليلات تركيب الهجين يطلع 140 الليل. بالنسبة للليلات المتنحية طبعا حيجي قسم منهم هم 9 نباتات اللي تمثل النبات الليلات المتنحية، 42 هم نصف الليلات النبات أو النباتات الهجين اللي هي عبارة عن آ كبير آ صغير، نجمعهم مع 2 ضرب 9 زائد 42 يطلعوا 60 الليل. فالتكرار الجيني للأليل آه هو عبارة عن 140 على 200، طبعا لأنه عندنا 100 نبات وكل نبات فيه أليلين 200 نبات، 140 على 200 يطلع 0.7. التكرار بالنسبة للأليل في الحال المتنحية هو عدد الأليلات 60 على 200 أليل يساوي 0.3. فإذا كان مجتمع متزن جينيا فإن آه أو مجموع الأليلين يساوي 1، أو آ ناقص آ واحد ناقص آ كبير يساوي 0.3، أو مجموع يساوي 1 بالطريقتين يكون متزن جينيا. فإذا كان مجموع الأليلات يساوي 1 فهو متزن جينيا، كذلك مجموع الأفراد يساوي 1 فهو متزن جينيا، وكذلك
نسبة الألويلات على رادار يساوي 2، وبالتالي فإذا كان المجتمع متزن جينيا بطريقته، وإذا ما أظهرت نتائج حد أن المجتمع متزن جينيا بحسب إحدى الطرائق وطلب منك التحقق من ذلك، فلا بد أن تعيد التزاوج بحسب نسبة تكرار الجيني الذي تم الحصول عليه. يعني بما معنى، إذا كان مجموع الأليلات نفسه يساوي 1، وبنفس الوقت مجموع عدد الأفراد لو جمعته لازم يكون نسبة، طبعا نسبة بيكون تساوي 1. أما الطريقة الثانية من الاتزان المجتمع فهي أبسط طريقة التي ذكرت على، وتتم باستخراج الجذر التربيعي لأي من الأليلات السالبة والأليلات المتنحية، ويكون تساوي من الجذر 0.9، و في الحال المتنحية هما يساوي 0.3، وهذا يعني أن المجتمع متزن جينيا، طبعا بجمع مع بعض البعض لازم يكون مجموع واحد. شباب، في حدا عنده استفسار عن اتزان العشائر؟ شباب، في حدا عنده أي سؤال عن الاتزان في العشائر النباتية؟ تمام، في الحالة سوف ننتقل لموضوع التطبيق بالنسبة للتهجين. إن شاء الله حنعمل وفرجيكم في فيديوهات عن تهجين بعض النباتات، طرق التهجين فيها. هنبدأ بنباتي القمح والشعير، وإن شاء الله نشوف شنو نلحق خلال مع أمثلة توضيحية من خلال بعض الفيديوهات. بالنسبة للتهجين التطبيقي، حنتكلم عن الخطوات العملية في تنفيذ عملية التهجين عند بعض النباتات. أولا حنتكلم عن التهجين في القمح والشعير. في البداية دائما في عملية أي تهجين لابد من أن نختار النباتات الآباء، وكذلك اختبار نبات الأم. المقصود نبات الآباء هو اللي حناخد منه حبوب اللقاح، ونبات الأم هو اللي حنجري عليه عملية التلقيح. في البداية نقوم باستبعاد العصافات، طبعا السنابل تظهر من ورقة العمل العلم، ورقة العلم طبعا هي أعلى ورقة في تخرج فيها السنبلي. نتم بإزالة القسم العلوي والسفلي من الأزهار من السنبلي، طبعا السنبلي في القسم العلوي منه نستبعد بعض السنبلات، والقسم السفلي نستبعد منه بعض السنبلات، كذلك نزيل السنبلات أو الأزهار الموجودة في المنطقة الوسطى من الجانبين على السنبلي، ونقص الوصافات الموجودة في الجزء العلوي من السنبلي، بعدين يتم إزالة الأسدي بعد فتح الزهرة من الجانب. طبعا هاي بالنسبة للزهرة الأم، نقوم بقص الأسدية، بعدين نقوم بعملية تغليف للسنبلي حتى تنضج المياسم. طبعا نضجها بيكون من يوم إلى 3 أيام. يتم اختيار السنبلي الأب التي سوف تؤخذ منها حبوب اللقاح. طبعا في يوم التهجين نختار، طبعا كنا نحن مختارين نبات الأب، ناخذ السنبلي اللي بدنا ناخذ منها حبوب اللقاح، نقص الوصافات منها مع جزء من الزهرة، نتركها في الهواء الطلق، إن شاء الله هلا بالفيديو بيوضح أكثر، نتركها بالهواء لمدة 5 6 دقائق، فنلاحظ خروج الأسدي من الزهيرات. نقوم بجمع حبوب اللقاح، وممكن ناخذ السنبلي نفسها إذا كانت السنبلي الأم جاهزة، نقوم بإزالة غلاف عن السنبلي الأم، ونقوم بهز السنبلي الأب اللي نضجت فيها الأسدية، ننقل إلها، نهز السنبلي على السنبلي الأم حتى يجري عملية سقوط حبوب اللقاح على السنبلي، ثم نقوم بتغليفها، نكتب عليها الهوية التعريفية المتعلقة باسم الصنف والأب والأم وتاريخ التهجين واسم المشرف على التهجين.
شاء الله هنشارك معكم الفيديو اللي يوضح العملية. راح نعيد عملية التهجين بالقمح قبل ما يفتح الفيديو. في البداية نختار السنبل الأم. السنبل الأم نقوم أولا بإزالة الأزهار بالجزء، بعض الأزهار من الجزء العلوي وبعض الأزهار من الجزء السفلي في السنبل. بعدين نزيل الأزهار المتوسطة الموجودة في السنبل من الجهتين. بعد ذلك نقوم بقص العصافات الموجودة في السنبل الأم. بعد ذلك نقوم بتغليفها من مدة يوم إلى 3 أيام. هاي بالنسبة لتجهيز السنبلي الأم. بالنسبة لتجهيز السنبلي الأب، في يوم اللي يتم فيه نضج المياسم أو نضج مياسم الزهرة الأم أو السنبل الأم، ننتقل إلى اختيار، طبعا نكون نحن مختارين الآباء، ناخذ السنبلي من الأب، نقوم بقص العصافات، قص جزء من السنبلي نتركه نحطها في الهواء الطلق، نتركها لمدة 3 4 5 دقائق، نلاحظ ظهور الأسدية إلى الخارج. إما نقوم بجماع الأسدية وبعدين نجري نزيل الغلاف عن الزهرة الأم بتلقيحها، بعدين بأخذ حبوب اللقاح من الأب إلى الزهرة الأم، نلقحها ونعيد تغليفها، نكتب عليها تاريخ التغليف واسم الأب واسم الأم وبطاقة تعريفية بالنسبة للتهجين. بالنسبة لا، أو ممكن ناخذ السنبلي نفسها من السنبلي المذكرة ونهزها على السنبلي المؤنث اللي نحن مجهزينه. بمجرد وقوع حبوب اللقاح على السنبلي المؤنث نقوم بغلق وتغليفه، طبعا يكون نحن مثل ما كنا مجهزينها بإزالة الأزهار من الأعلى والأسفل والأزهار بالوسط، وكذلك إزالة الأسدية الموجودة ضمن السنبلي. طبعا ننتظر لما يفتح الفيديو. ممكن نتكلم عن التهجين في الزراج اللي نفتحهم مع بعض من بعض. بالنسبة للتهجين في نبات الزرع، أولا طبعا نختار النباتات اللي حنجري عليها عملية التهجين. طبعا نكون مختار نبات أب ونبات أم. ممكن لو بدنا نحن نعمل عملية تهجين، طبعا نكون زارعين جواء خطين جنب بعضهم البعض. بعد ما نختار الآباء والأمهات أي نبات حيكون الأب وأي نبات حيكون الأم، نقوم بالنسبة للنبات الأب بتغليف الأزهار المذكرة بورق، بكيس ورقي أو أي شيء يجمع فيه حبوب اللقاح. وكذلك الأمر بالنسبة للنبات الأم، نقوم بتغليف الزهرة المؤنثة. عندما تصبح العرانيس جاهزة للتلقيح بعد 2 أو 3 من بداية ظهور الخيوط، طبعا الخيوط مكتوب شعر العرانيس موجود على رأس العرانيس. بعد ذلك نقوم بهز في يوم اللي تحدث فيه تكون الزهرة جاهزة، العرانيس جاهز للتلقيح، نقوم بهز النبات المذكر حتى تستلصق حبوب اللقاح في الكيس الورقي. ناخذ الكيس الورقي بعد ما يتم إغلاقه، نروح على الزهرة المؤنثة، نشيل كيس الورق الموجود عليها، نحط، ممكن نجري عملية فصل الأشعار الموجودة على العرموس، نقصها من الأعلى حتى لا يكون في خلط بالنسبة لحبوب لقاح غريبة قد تكون دخلت. نقص الأشعار وبعدين نهز عليها حبوب اللقاح الكيس المذكر، ونخلي الكيس المذكر موجود، ونفرز الكيس على العرموس، نتركه بهيك يكون تمت عملية
التهجين نكتب عليه تاريخ التهجين طبعا، والبطاقة التعريفية بالنسبة للنبات، لأب والنبات الأم. فطريقة بسيطة بالنسبة لنبات الذرة، نشوف فيديو نبات الذرة لو كان فاتح. شباب، فيديو اليوتيوب متشاركني على الزوم. طبعا من بداية الفيديو عم يقوم باختيار النبات الأم واختيار النبات الأب. ما أعرف إذا الصورة واضحة، أبي أوضح الفترة اللي يتم فيها الاختيار عند بداية ظهور السنبلي من ورقة العلم.
طيب شباب، حأجل فيديوهات للمحاضرة القادمة إن شاء الله، إنه يصير على التأخر وما تدهور. هنتكلم اليوم بشكل نظري عن طرق التهجين بالنسبة لمختلف النباتات. إن شاء الله الأسبوع القادم يكون جهز الفيديوهات، نزلهم بيكون أفضل من ما ننتظر يتحملوا عني. هنتابع بطرق التهجين بالنسبة للنباتات الأخرى بشكل نظري حاليا. إن شاء الله الأسبوع القادم يكون جهزت الفيديوهات أفضل من الانتظار فيما يتحمله. ممكن خلال ما يتم التحميل نعيد طريقة التهجين بالنسبة لنبات القمح والشعير. قلنا بالنسبة لنبات القمح والشعير يتم اختيار النبات الأب في البداية والنبات الأم. نختار أنه هذه النباتات حنزرع عليهم عملية التلقيح. بعد ذلك نختار النبات الأم اللي حيكون هو النبات الأم، والسنبلي مجرد ظهوره من ورقة العلم بمقدار يعني نصف سنتي. نقوم بإبعاد ورقة العلم، نقوم بإزالة بعض الأزهار من الجزء العلوي من السنبلي وبعض الأزهار من الجزء السفلي من السنبلي، ثم نقوم بإزالة الأزهار الوسطية الموجودة في السنبلي، نقوم بقص العصافات، وبعد ذلك نقوم بإزالة الأسنية من السنبلي اللي حتكون أم. بهيك نكون جهزنا السنبلي الأم، نقوم بعد ذلك بتغليفها بكيس ورقة ونتركها ليوم أو يومين 3 أيام حسب ما تنضج السنبلي. في هذا اليوم ننتقل إلى النبات الأب، يكون ناصف السنبلي الأب، نقوم بقص العصافات وإزالة جزء من السنبلي من الأعلى، ننزعها من النبات، نحطها في التربة، نشكها بالتربة لمدة 3 4 دقائق، نلاحظ ظهور الأسدية. مجرد ما تخرج الأسدية، يكون الأسدية في هذه المرحلة طبعا هي ناضجة. نقوم بأخذ الأسنان، نشيل الكيس عن السنبلي الأم، نقوم بهز السنبلي الأب على السنبلي الأم، أو نقوم بجمع حبوب اللقاح من السنبلي الأب في كيس ونضع فرش نضع ناخذ الفرشاة نضعها على الزهرة الأم على مياسم الزهرة، نغلفها ونكتب عليها الهوية التعريفية للتهجين من حيث اسم الأب واسم الأم وتاريخ التهجين واسم المشرف على التهجين. هذا بالنسبة للقمح بشكل نظري. بالنسبة للذرة، طبعا الذرة الطريقة فيها أسهل، لأنه الأزهار المذكرة تكون براس النبات، والعرانيس يكون في لازم جزء اتاكد من آخر الحفاظ منه. وما ادخل اجيبه، عشان لو سبته هو اللي يعمل بتلقيح ازاي. خلاص 3 خلاص. الزهرة الثانية بعد حال ما أخلص عملية إزالة كل أعضاء التسجيل، بعدين حنتكلم عن التهجين في الذرة. قلنا التهجين بالنسبة للذرة طريقة كثير بسيطة. نقوم أولا باختيار نبات الأب اللي حيكون هو ناقل من حبوب اللقاح، النبات الأم اللي حنغلف فيه أو نختار فيه العرانيس. نقوم بتغليف النورة الزهرية المذكرة في النبات الأب بكيس ورقي، ونقوم بخرج من الأسفل منع دخول أي حشرات أو حبوب لقاح من مصادر إسرائيلية. كذلك نختار النبات الأم،
اللي يقوم بتغليف الهذا مجرد ما مجرد ظهوره من غلف الورقة، نتركه من يوم إلى 3 أيام حتى تنضج الأزهار العرامية. بعد ذلك نقوم بأخذ حبوب اللقاح، نهز الزهرة المذكرة في يوم المريض، نهز الزهرة المذكرة في الكيس حتى نحصل على نجمع حبوب اللقاح، نأخذها ونقص أشعار العنقود، نقصها على مستوى معين، بعدين نقوم بهز الكيس المذكر على وتغليف العنقود فيه، نخرج نترك تاريخ، نكتب تاريخ التهجين ونشرف على التهجين الأب والأم، بطاقة تعريفية يعني للتهجين. التهجين طبعا فيها القرعيات، كنا دائما في البداية نختار النباتات اللي حتكون هي آباء، ونختار النباتات اللي حتكون كأم تستخدم كأم، نختار الأزهار المؤنثة التي يمكن أن تتفتح في اليوم التالي. طبعا بالنسبة للنبات الأم نختار الأزهار اللي ممكن نحن تتفتح في اليوم التالي، نقوم أولا بتغليفها بورق ألمنيوم أو كيس ورقي، أي يعني أي شيء ممكن نحن نغلف فيه الزهرة المؤنثة. في يوم التهجين نختار الأزهار المذكرة المتفتحة، متفتحة الأس دي تزال بثلاثة، ثم يتم فرك الأس دي بمياسم الزهرة المؤنثة ويعاد تغليفها وتوضع الهوية التعريفية عليها. طبعا الهوية التعريفية مثل ما قلنا هي عبارة عن اسم الأب واسم الأم وتاريخ التهجين والمشرف على عملية التهجين. يعني بالنسبة للقرعيات طبعا في أزهار مذكرة والأزهار المؤنثة طبعا منفصلة عن بعض البعض في بعض الأصناف. طبعا نختار الآباء، نختار منها أزهار مذكرة، نختار منها أزهار مؤنثة. الأزهار المؤنثة لازم مثلا نحن اليوم اخترناها، لازم بكرة هي تتفتح فيها الزهرة. تمام، نقوم بتغليفها اليوم حتى ما يحدث فيها عملية تلقيح أبدا، نغلفها بكيس ورقة أو ورقة ألمنيوم. وكذلك بالنسبة للزهرة الأب ممكن نغلفها، ممكن نحن نكون تغليف، بس الأفضل نغلفها حتى ما يعني يصل لها حبوب لقاح من مصادر أخرى غير مصدرها هي. نعم يا خروان القرون. بعد ذلك في اليوم التالي نقوم بتفتيح الزهرة المؤنثة، وناخذ الزهرة المذكرة، نزيل عنها البتلات، يبقى عظيمة بتلاتين. نعيد تغليفها لمدة 2 أو 3 يوم، ممكن بعد 2 أو 3 نزيل عملية التغليف، وهيك بيكون أجرينا عملية التهجين. طبعا هذا بالنسبة للقرع، بالنسبة للكوسة، بالنسبة للخيار، بالنسبة للبطيخ، جميعهم نفس عملية التهجين. بالنسبة للتهجين في الفليكي والبندورة والباذنجان، طبعا نختار نحن الآباء كون مختارين النبات اللي حيكون أب والنبات اللي حيكون أم. طبعا نختار الأزهار المؤنثة قبل أن تتفتح بيوم طبعا، ودليل على ذلك بداية ظهور البتلات من الأوراق الفاسية، مجرد يعني ما يظهر لون أبيض من الزهرة سواء بالنسبة للبندورة أو الباذنجان أو الفليكي، حسب بداية ظهور لون خارج الورقة الكاسية. الورقات الكاسية هي خضراء، ممكن نلاحظ نحن براس الورقة الكاسية ظهور لون أبيض أو زهري، أو أبيض أو زهري، هون بيكون هاي الزهرة إن شاء الله في اليوم الثاني هي حتتفتح. بعد ذلك نقوم بعملية إزالة البتلات بملقط، وتجرى عملية الخصي. طبعا الأزهار في البندورة والباذنجان والفليفلي هي أزهار الخنثى، نقوم بإزالة الأسلي طبعا هي الزهرة اللي حنستخدمها كروم بواسطة ملقط مدبب معقم، دون إلحاق الضرر بالنسبة للمياسم، ونغلفها للزهرة بورقة أو كيس صغير، كيس ورقي صغير منثبته عليها. في اليوم الثاني بتكون الزهرة أصبحت جاهزة للتلقيح. بهالحالة النبات اللي اخترناه كان نهز في حبوب اللقاح في كيس ورقي، أو ناخذ زهرة كاملة، ممكن ناخذ الفرشاة ونجري عملية تهجين على المياسم بالنسبة للزهرة، نكتب عليها نغلفها من جديد لمدة 1 أو 2 ليتم العقد. وبعد ذلك ممكن نعلق عليها بطاقة تعريفية بكتابة اسم الأب والأم وتاريخ التهجين واسم
الجزيرة أمريكا جدا. الشيء المهم بالنسبة للفليت للبندورة الباذنجان، إذا كويس قطع على شو اسمه طبي حطها يدي شيء عن طبي برضه كم طبي بالنسبة للباذنجان والفليت والبندورة كنا نجري عملية فحصية قبل بيوم، من حيث نزيل البثلات أولا، بعدين نزيل الأسنان اللي تكون ملتفة طبعا هي حول المدقة، لزالتها بملقط مدقة بحيث ما يحدث تلطيف فيها أبدا، بعدين نقوم بعملية تغليف. ففي اليوم الثالث تفتح الزهرة، تصبح المياسم جاهزة للتلقيح، ناخذ حبوب اللقاح من النبات الأبل اللي نحن اختارينه فات، إما بفرشاية أو نهز الزهرة المذكرة على الزهرة المؤنثة، بعدين نجري عملية التغليف. قلنا النقطة الأهم هي أن عملية إزالة الأسلي الموجودة في الزهرة المستخدمة كنبات التغليف. بالنسبة كذلك الأمر للبقوليات، الفاصوليا، الحمص، والعدس، والفول، طبعا جميع نفس المبدأ. بالنسبة لهم نختار، بعد ما نختار النبات اللي حيكون قبل النبات اللي حيكون، طبعا نحن نكون جاهزين عملية التهجين يعني مبدئيا قبل أن نجرى عملية التهجين، أي النبات حيكون قبل زارعينه جنب بعضه البعض. بعدين نختار الأزهار التي يمكن أن تتفتح في اليوم التالي. بالنسبة طبعا كنا نفس الشيء بالنسبة للحمص والفول والقمح والفاصوليا، يكون عندنا الأسدي عفوا الورقات الكأسية للزهرة نكون خضراء في البداية، يكون مضمومة على بعض البعض، مجرد ما تبلش تظهر بعض الألوان من الأوراق الخضراء يكون هاي بداية طبعا إن شاء الله تكون الزهرة دليل لتفتح الزهرة في اليوم التالي. بعد ذلك نحن نقوم بفتح الزهرة من أحد أطرافها بواسطة ملقط مدبب بعناية، نجري عليها عملية فصل بإزالة الأسنان بملقط دون إلحاق الضرر بالمياسم، ونغلفها لليوم الثاني حتى تصبح مياسم الأب طبعا جاهزة. المياسم هون طبعا هي الزهرة الأم اللي اخترناها، نجمع حبوب اللقاح من النبات الأب في اليوم التالي بيكون نقطة، بيكونوا متوافقين طبعا، تنتشرهم بعد ننشر الحبوب عليها، قلنا سواء فرشاة أو ممكن ناخذ زهرة مذكرة أو الزهرة المؤنثة، نوضع عليها الهوية التعريفية بتاريخ. إذا كمان بالنسبة للبقوليات أهم نقطة فيها هي الدخول إلى الزهرة من أحد الجوانب وإزالة الأسدي قبل ما تتفتح، وأي إجراء عملية فصيلة الزهرة. إن شاء الله أول فيديوهات إن شاء الله توضح بشكل أكبر، لكن ما تفتح عنك إن شاء الله يكون جاهزين ونحضرهم بصورة أكثر. بالنسبة للتهجين في البامي والقطن، طبعا البامي والقطن نباتين متشابهين في عملية التزهير. طبعا بيكون أول مرحلة دائما قلنا بيكون مختارين من النباتات الآباء واللي حنستخدمهم كأب وكأم، زارعينهم جوار بعض من بعض، نختار الأزهار اللي ممكن تتفتح في اليوم التالي. بالنسبة لهم ظهور البدلات من الأوراق الكأسية بشكل كامل بالنسبة للقطن، يعني بالنسبة للقطن لازم يكون الزهرة متفتحة بشكل كامل، ورقات البتلات الملون يكون الظاهرة، طبعا البتلات تكون لون مبيض بالنسبة للقطن، يكون الظاهرة بشكل كامل بالنسبة لنبات القطن. بالنسبة للبامي، بالنسبة للبامي لازم تكون الزهرة مغلفة تماما، يعني ما بيكون ظاهر أبدا شيء من الأوراق الكأسية. مجرد ظهور زهرة البامي أول يوم ثاني يوم، في هالمرحلة تكون الزهرة اليوم التالي تكون جاهزة للتلقيح، تفتح الزهرة من أحد أطرافها بالضغط باليد، إزالة البتلات مع إجراء عملية فصل إزالة الأسنان المتسقة والمحيطة بقلم الزهرة دون إلحاق الضرر بالمياسم. كل طبعا نزيل الأسنان الموجودة فيها ونغلفها لليوم التالي، إما بورق أو قمح أو مصاصة بلاستيك. طبعا هون بالنسبة للبامي والقطن يكون المدقة بشكل يعني تكون رفيعة بشكل طويل للخارج، ممكن نوضع عليها يعني حتى أي مصاصة بلاستيك نقصها بطول ونحطها فوق المدقة، نتركها لليوم التالي. في اليوم التالي تصبح جاهزة، نقوم بجمع حبوب اللقاح من النبات الأب ونصبغها عليها، نرجع نعيد تغليفها لمدة يوم أو يوم ثاني، بهيك يكون أجرينا عملية التهجين على
نبات القمح، عفوا نبات القطن والبامية. اثنيناتهم نفس العملية، فقط الأزهار، اختيار الأزهار قبل عملية التهجين. بالنسبة للقطن عندما بيكون البتلات ظاهرة بشكل كامل من الأوراق الكافية، أما البامي لازم تكون مغلفة بشكل كامل. نحن نمسك الزهرة نضغط عليها من الأسفل بالإصبع، طبعا يعني الفيديو بيوضح أكثر، لكن هذا الشيء نضغط عليها من الأسفل بالإصبع، نزيل الغلاف الزهري، تبقى المدقة لوحدها. وبهالحال بعد ما تبقى المدقة ممكن نضع عليها كيس ورقة أو كيس بلاستيكي أو حتى مصاصة، نقصها بطول المدقة، نغلفها من الأعلى، نتركها لليوم الثاني. اليوم الثاني ناخذ حبوب اللقاح من النباتات الآلاء، ونجيب الزهرة نفسها نهزها على الزهرة من الأم، نتركها مغلفة، نتركها ليوم أو اثنين حتى تنضج، تجري عملية التهجين. شباب قال لك إن شاء الله هيك بيكون المحاضرة انتهت. لو في حدا عنده أي استفسار. يعطيك العافية دكتور.